بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الوقف والوصايا، وقلنا بأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والوصايا تبرع الإنسان بعد الموت. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو من أفضل القربات التي يفعلها الإنسان ليبقى أثرها وخيرها ونفعها بعد وفاته. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يعني عن جابر وعن أبيه: ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جدة إلا ترك وقفا. كانت له جدة يعني مقدرة، أما إذا كان ما يقدر فهو معذور، لكن إذا كان قادرا فإنه يترك وقفا يبقى أثره ونفعه وخيره ويستمر له أجره. وعمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر وهي من أنفس ما من أنفس الموجود، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل الذي يمكن أن يفعله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن رأيت أن تحبس أصلها وتسبل المنفعة، يعني الأصل ما يباع ولا يوهب ولا يورث، والمنفعة يستفاد منها لمن جعلها الشخص له، للفقراء، للأيتام، للأرامل، للمعوزين، للأقارب، للحجاج، للمعتمرين، لطلبة العلم، لحفظة القرآن، لبناء المساجد، لإفطار الصائمين إلى آخره. منفعتها تكون مسبلة لمن جعلها الواقف، وأما الأصل فهو لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وقلنا بأن الوقف عقد لازم، يعني إذا قلت هذه الدار وقف ما من حقي أبيعها أبدا، ولا أعدل عن الوقفية، ولا إذا قلت لطلبة العلم ما أقول يوم ثاني للفقراء والمعوزين. عقد لازم من حين ما يوقف الإنسان يثبت، وإنما يمكن إذا تعطلت المنافع أو رأوا نقلها من مكان إلى آخر، ولكن يكون ذلك تحت بإجراء شرعي من القاضي الشرعي. أما الواقف لا يغير ولا يبدل ولا يزيد في المنتفعين ولا ينقص منهم، عقد لازم. بالنسبة للوصية أيها الأحباب، هي تبرع الإنسان بعد الموت، وهي عقد جائز. اليوم أنا وصيت للفقراء، بعد شهر شهرين قلت لا للأيتام، بعد أسبوع 10 أيام قلت للأرامل، للمعوزين، يعني يمكن الإنسان يعدل ويبدل إلى ساعة الموت. فإذا قالوا مات فلان لزمت الوصية. الوصية لها يعني طريقة خاصة،
وهيئة خاصة مثل الوقف. أنا عندي دار أوقفتها، عندي دارين أوقفتهم، ما من حق أحد يعترض، لا الأولاد ولا الزوجة ولا الأقارب ما يعترضها، عقد لازم. وأنا ما دام لدي التصرف الكامل وأنا في حالتي المعتبرة شرعا لا أستأذن من أحد ولا أطلب من أحد من الورثة أخذ رأيه أو لا. فالوقف عقد لازم من حين أن يتلفظ به الإنسان، بينما الوصية عقد جائز، أوصي اليوم وأعدل بكرة، أقول مثلا في رمضان لكذا، لكن إذا جاء شوال أقول لا عدلت أريده لكذا. عقد جائز، لأن الوصية ما تثبت إلا بعد الموت، الوقف من حين أن يقول الإنسان هذا وقف فهو يلزم، وأما الوصية فأنا أعدل وأبدل إلى أن تنتهي أيامي. الوصية أمر الإنسان أن يوصي بضوابط محددة. فسعد رضي الله عنه جاء إلى مكة في عام الفتح مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومرض مرضا أشرف منه على الهلاك، وجاءه عليه الصلاة والسلام ليزوره. فسعد انتهز الفرصة وأراد أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، هذه الوصية ليس الوقف، الوصية، يا رسول الله إن عندي مال كثير وليس لي إلا بنية واحدة بنت، هل أتصدق بمالي؟ لأنه يعرف أن الوصية تكون بعد الموت، هل أتصدق بمالي؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. قال يا رسول الله بالثلثين؟ قال عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام لا. قال بالشطر يعني نص ونص؟ قال لا. قال الثلث؟ قال يا رسول الله الثلث. قال الثلث؟ قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. فنأخذ من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. ونقول سبحان الله العظيم، سعد يقول للرسول إن لي بنية واحدة بس، ولا مد الله في عمره وفتح القادسية ورجع وسكن في قصره في العقيق في المدينة، ومات في قصره في العقيق في المدينة وله 12 ابن وعشر بنات، وهما كان عنده إلا بنية واحدة يوم الفتح. المهم في هذه الحالة أيها الأحباب أن الوصية تكون بالثلث فأقل، ما زاد على الثلث نستأذن الورثة. بعض الناس يتوقع يقول نستأذن الورثة في الوصية، لا، ما نستأذن الورثة في الوصية من حيث هي، وإنما نستأذن الورثة فيما زاد على الثلث، وأما الثلث فأقل فلا يحتاج إلى استئذان. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. فلو أوصى إنسان لأحد ورثته نظرا لكونه من أهل الاحتياجات الخاصة، من كونه عنده عائلة كبيرة وراتبه قليل وما يكفيه، فقال البيت الفلاني يسكن فيه فلان مدة حياته وهكذا، نقول نستأذن من الورثة في الوصية لأحدهم، ونستأذن من الورثة فيما زاد على الثلث، فإن أجازوا فنعم وإلا فلا. فإن أجازوا نعم، لأنه بعض الناس يكون عنده مثلا 4 أولاد، واحد من الإخوان سألنا أمس قال أنا عندي 4، 3 منهم ما شاء الله في وظائف ومكفيتهم رواتبهم وعندهم دخل، والثاني يقول كبير وليس مؤهل وعنده عائلة كثيرة ودخله لا يكفي، هل يجوز أن أميزه؟ قلنا إذا كان تريد تعطيها الآن فأخبر أولادك بأنك لم تعطيه تفضيلا له أو تمييزا له أو
يعني إعطاءه مزية ليست لإخوانه وإنما لظروفه. وأما إذا كانت تريد أن تميزه عنهم وتفضله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير بن سعد حينما أراد أن يميز النعمان، قال لا تشدني على جور، أشد على هذا غيري. لكن الإنسان إذا كان نظرا لما عليه حالة أحد ورثته، أحد الأبناء من كون أنه لديه أولاد كثر ودخله قليل وأراد أن يميزه، فنعم، ويحتاج هذا إلى إجازة من الورثة. والإجازة بالنسبة لوصية للوارث من أساسها، والإجازة بالنسبة لما زاد على الثلث فنحن نحتاج ما زاد على في الإذن لما زاد على الثلث. لأنه مثلا لو مثلنا لذلك مرة، قلنا لو إنسان أوصى بأن يبنى مسجد في حدود 250,000 ريال وكتبنا الوصية وهي واستخرجت من عند القاضي الشرعي ولا إشكال فيها ولا غموض، لما مات الرجل وجدنا كل ما يملك 600,000 ريال، معناه أن زادت على الثلث ب50,000. نستأذن من الورثة في الزيادة، وأما 200 ما يحتاج نستأذن أحد. ثم بعد ذلك مر بنا أمس إذا قال يعني أعطوا فلانا شاة، فالشاة مقصود بها رأس من الغنم، سواء كان ضأن أو معز، سواء كان ذكر أو أنثى، وإنما وإذا قال أعطوه آلة أو أعطوه يعني مثلا وسيد دابة يركبها في الجهاد، فنقول الذي يركب في الجهاد والخيل، لكن اللي غيره ما يركب. وإذا قال أعطوه أتانا، فالأتان هي أنثى الحمير، وهكذا يعني نطبق ما ذكره. وإذا قال أعطوه عبدا من عبيدي، وهو ما عنده عبيد نقول ما لك شيء، لأن الرجل أوصالك بعبد ما عندنا عبيد، فأوصاله برقيق، وقلنا عرفنا الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والدولة وفقها الله اعتقد جميع الأرقاء، فقل ما. وإذا قال يعطى مثلا مبلغ كذا، فنعطيه هذا المبلغ إذا كان من الثلث فأقل، وإلا فلا. الحاصل أنه إذا كان ما أوصى به معلوما وواضحا لا إشكال فيه ولا قضية، نبهنا نفذناه إذا كان من الثلث فأقل. وأما إذا كان أكثر من الثلث فنستأذن الورثة فيما زاد على الثلث. وذكر المؤلف عدد من الأمثلة، أعطوا فلان الثلث، وأعطوا فلان نصفه، وأعطوا فلان ربعه، وكذا إلى آخره. فهذا وقت المؤلف رحمه الله قبل نقول 800 سنة. أما الآن عندنا محاكم، الدولة وفقها الله هيئت محاكم اسمها محاكم الأحوال الشخصية، يروح الإنسان للقاضي يقول أريد أوصي بكذا، يكتب الوصية ويستخرج فيها صك، وتكون نافذة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالأسلوب الآن واضح وجلي ولا غموض فيه ولا إشكال، لأن الإنسان قد يكتب الوصية ويكون عليه فيها بعض المآخذ، قد ينسى بعض الشروط، وقد يهمل بعض المحترزات، لكن إذا ذهب إلى القاضي وأخذها من الحاكم الشرعي فهي تكون منضبطة ولا إشكال فيها ولا غموض. نقرأ الآن شيئا مما ذكره المؤلف والمتعلق بالوصايا، لأننا أكملنا الوقف. الوقف يا أبا فهد تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. طيب، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. شيخ علي، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته شيخ عبد الله، وكنايته تصدقت وحرمت وعبدت،
وتشترط النية أكمل يا شيخ عبد الله، وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف نقرأ الآن أيها الأحباب فيما يتعلق بالوصايا من أمور نحتاج إلى قراءتها والاستفادة منها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف في كتابه رحمه الله: وإذا وصى له بعبد، يعني وصى له برقيق، قلنا هذا غير موجود عندنا، لكن الآن نقول إذا وصى له بسيارة، لأن قد يكون في بيتي أربع سيارات، يقول السيارة الفلانية لفلان، نقول السيارة الفلانية كل واحدة فيها استمارة خاصة ولها لوحات خاصة وتكون مبينة ولا إشكال فيها ولا غم. أما قوله عبد فما عندنا عبيد، الدولة اعتقت جميع الأرقاء. نعم. وإذا أوصى له بعبد ولآخر بباقي الثلث دفع العبد إلى صاحبه وتمام الثلث للآخر، فإن لم يبقى من الثلث شيء بطلت الوصية، لأنه ما في شيء، فإن لم يبقى من الثلث شيء بطلت الوصية، لأنه أوصى بالثلث وقد تجاوزت القيمة السابقة الثلث، وهذا يحتاج إلى تبرع من الورثة فليس له شيء. نعم. لأنه لا باقي ها هنا، فإن رد صاحب العبد وصيته، رد يعني قالوا لا، الورثة قالوا ما نوافق. نعم. فإن رد صاحب العبد وصيته فوصية الآخر بحالها. نعم. فإن مات العبد بعد موت الموصي فكذلك، ويقوم العبد حال الموت. وإن مات قبل موت الموصي ويقوم العبد حال الموت، وإن مات قبل موت الموصي قومت التركة بدون العبد، لأنه معدوم. ليه معدوم؟ نقول لأنه مات، يعني نقومه بالمقبرة نقول كم يسوى وهو بالمقبرة ميت خلاص. نعم. وإن وصى لرجل بمئة، نعم، ولآخر بتمام الثلث، نعم، ولثالث بالثلث، فأجيز لهم قسم الثلث، قسم الثلثان بين الأوصياء. نعم. على ما ذكر الموصي، على ما ذكره الموصي وهو المتبرع، لأن الوصية هي التبرع بعد الموت. نعم. فإن كان، ونقول أيها الأحباب بأن الوصية من أهم الأمور، وكذلك الوقف، لأنه يبقى له أجره ويبقى خيره وتستمر الحسنات وتضاعف الأجور، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ومن الوصية الصدقة الجارية. إذا مثلا قال الإنسان: هذه العمارة يا تكون وقف وريعها إفطار للصائمين، كل ما يأتي رمضان يجيبون السفرة في الحرم أو يجيبون السفرة في الساحات ويفطرون الصائمين، هذا مما يبقى له أجره، يعني من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا. وقلت لكم مرة بأنه مر بي صك في وكتب عام 1209 أعتقد 1209، يقول: وقد جعلت القاعتين بيت، يعني قريب الحرم، وقد جعلت القاعتين وقف، ويؤخذ من غلتهما يشترى مدتين، المداد اللي كانوا يجيبونها من الحصى من الخوص، مدتين، ويؤتى بدوارق، دوارق الماء اللي كبر حبات الببسي، دوارق ووفقيهين يقرآن القرآن بين المغرب والعشاء في بيت الله الحرام. هذه الوثيقة مرت علي الصك كيف نعمل، فلاحظنا الآن ما عندنا دوارق ولا عندنا امداد، ولا يمكن يجيب فقيهين يقرؤون للناس الدروس قائمة، فوجدنا إن أقرب شيء ما يماثلهما أو ما يكون قريبا من شرط الواقف وهو مدارس التحفيظ، تحفيظ القرآن، يعني حلق تحفيظ القرآن ما ذكره الواقف من غلة تصرف على حلق القرآن في
بيت الله الحرام وهي مماثلة أو قريبة أو أقرب شيء. للي قلنا بنجيب امداد، الامداد هذه الخصف بنفرش هنا، يمكن نفرش امداد هنا وممكن نجيب دوارق. الآن الحمد لله في الجيكات وما نظيف نجيب دوارق. تعرف الدوارق يا أبو فهد ترى يعني مبنية مصنوعة من الفخار مثل شكل الزير لكن على كبر حبات البيبسي، يملي يأخذ الماء ويشربه ويعطيه صاحبه. أنا أدركتها في الحرم هنا قبل يمكن 50 سنة أو 60 سنة، كل جهة فيها واحد جالس ومعه دوارق حاطة، يجي واحد يقول بماء يعطيه دورق يسمونه دوارق. يعني ما هو شربة، الشربة تكفي 3 أو 4 لكن الدورق أكبر من هذا شوي ويشربها الإنسان يسمى دورق. فالمهم أنه يبقى الأجر ويبقى المغنم ويبقى الخير يجري لصاحبها بعد مئات السنين. نعم. فإن كان الثلث 100 سقطت وصية صاحب الباقي وقسم الثلثان بين الآخرين نصفين، وإن كان الثلث دون 100 فرد الورثة قسم الثلث بينهما بالحصة. بالحصة، نعم. فإذا كان الثلث 50 قسم أثلاثا لصاحب المئة ثلثاها وللآخر ثلثها. نعم. فإن كان الثلث أكثر من 100 فلم يجز الورثة دفع إلى صاحب الثلث نصفه. نصفه. وفي باقيه وجهان، أحدهما يقدم صاحب 100 بها. يقول وفي الباقي وجهان، ذكرنا يا شيخ صديق بأن صاحبنا دائما يذكر وجهين أو 3، لأنه لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في المعرفة وفي فهم المسائل. وقلنا إنه رحمه الله اللي هو ابن قدامة ألف 4 كتب. الأول ايش قلنا اسمه يا شيخ؟ العمدة للطلبة المبتدعين. والثاني يا شيخ أبا فهد، الثاني يقول لا شيخ علي وشو؟ المقنع. والثاني المقنع لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا أكثر. والثالث كتابنا هذا وهو الكامل. والرابع المغني وهو من أكبر كتب الفقه الحنبلي. نعم. وفي باقيه وجهان، أحدهما يقدم صاحب 100 بها، فإن فضل عنها شيء دفع إلى صاحب الباقي وإلا فلا شيء له، لأن حقه في الباقي بعد 100 فلا يأخذ شيئا قبل استيفائها، كالعصبة لا تأخذ شيئا قبل تمام الفرض. طيب الشيخ بكاي شوف العبارة اقرأها يا بني، يقول كالعصبة لا يأخذون شيئا بعد أهل الفرض، لأن العصبة لهم أهوال. العصبة لهم أحوال. إيه؟ إذا كان ما أصحاب الفروض لا يأخذ إلا بعد أخذ صاحب الفرض. أحسن. لأنه إذا كان عندنا صاحب فرض وعاصب نعطي صاحب الفرض فرضه، فإن بقي شيء أعطينا العاصب وإلا نقول اسمح لنا ما عندنا شيء. كذا يا شيخ صديق، العاصب يأخذ ما أبقت الفروض. وقلنا يا شيخ أحمد، وقلنا يا بني العاصب له 3 حالات، إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. فيقول هنا هذا له وصية، لكن إذا ما بقي شيء نقول هو الصالح لكن ما بقي شيء، فهو يسقط كما أن العاصب يسقط إذا استغرقت الفروض ولم يبق شيء. يعني لو قلنا عندنا مثلا عندنا أب وإخوة أو عندنا فرع وارث، الأب يأخذ السدس إذا كان عندنا فرع وارث، فإن كان فرع وارث ذكر اكتفينا به، وإن كان فرع وارث أنثى
فإنه يأخذ السدس وما أبقت الفروض، وما أبقت الفروض. لكن لو قلنا مثلا عندنا المسألة عادلة استغرقت فروضها ولم يبقى للعاصب شيء، نقول لم يبقى لدينا شيء ونعتذر منهم. نعم. فلا يأخذ شيئا قبل استيفائها، كالعصبة لا تأخذ شيئا قبل تمام الفرض، ويزاحم صاحب المئة لصاحب الباقي وإن لم يعطه شيئا، كما يعاد ولد الأب، كما يعاد، يعاد. مر بنا مسألة يمكن قبل 3 سنوات أو 4، المعادة، المعادة. وش المعادة يا شيخ علي؟ قبل 4 سنوات ولا 5 لما كنا في الصعد؟ الآن الجد، ما دام عندنا جد فالقضية قضية جد، فعندنا باب اسمه باب الجد والإخوة. قد يكون عندنا إخوة أشقاء وإخوة من الأب، فالإخوة الأشقاء يقولون لإخوة من الأب تعالوا نروحنا وياكم جدنا، ويقولون للقاضي هؤلاء إخوتنا، فيحسب الجد القاضي 1 2 3 4 5 فيقول الإخوان 5 يقاسمهم الجد. إذا أنت من هذا الإخوة الأشقاء مسكوا الإخوة من الأب وقالوا تعالوا أنتم ما لكم شيء، حنا نحجبكم، فليس لكم ميراث معنا. وهذه تسمى بمسألة المعادة. متى أخذناها يا شيخ صديق؟ زين كم سنة يمكن؟ مسألة المعادة، الإخوة الأشقاء يأتون بالإخوة من الأب ويعدونهم أمام الجد، ثم إذا انتهت المسألة أخذوا ما بأيديهم وقالوا نحن نحجبكم، وإنما أتينا بكم، أتينا بكم لنعدكم على الجد وليس لكم شيء. ومثل أيضا لكن ما تسمى المعادة، إذا كان عندنا جمع من الإخوة، عندنا أم وأب على ما يقول الشيخ علي، أم وأب وجمع من الإخوة، الجمع من الإخوة هؤلاء لا يرثون، وإنما الأب يأتي بهم ليعدهم ليحرموا الأم وليزحزحوها من الثلث إلى السدس، فيعطيها السدس ثم يقول للإخوة ليس لكم شيء ويكون له الباقي بأكمله. كذا شيخ، كذا يا أبا فهد؟ نعم. كما يعاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، كما يعاد ولد الأبوين يعني الأخ الشقيق، ولد الأبي الأخ من الأب، فهم كلهم إخوة، يقول حنا 4 2 أشقاء واثنين من الأب، يقولنا الإخوة 4 علشان يعدونهم على الجد، ثم إذا عدوهم على الجد وأخذ الجد نصيبه رجعوا إليهم وأخذوا ما بأيديهم وقالوا ليس لكم معنا في الميراث شيء، فنحن أشقاء وأنتم لأب، والشقيق يحجب الأخ من الأب. نعم. ولا يعطيه شيء، والثاني أن السدس يقسم بين صاحب المئة وصاحب الباقي على قدر وصيتهما، فإذا كان الثلث 200 أخذ 100 فاقتسماها نصفين، لأنه إنما أوصي له 100 من كل الثلث لا من بعضه، فلم يجز أن يأخذ من نصف الثلث ما يأخذه من جميعه، كالوارث إذا زاحمهم أصحاب الوصايا، وإن بدأ فوصى لرجل بثلث ماله، ثم وصى لآخر 100 ولثالث بتمام الثلث، ففيه وجهان، أحدهما هي كالتي قبلها سواء، لأنه إذا وصى بتمام الثلث بعد وصيته بالثلث علم أنه لم يرد ذلك الثلث الموصى به، وإنما أراد ثلثا ثانيا، فصارت كالتي قبلها. والثاني أن الوصية بتمام الثلث باطلة، لأن الثلث قد استوعبته الوصية الأولى فلا باقي له،
فيكون وجود هذه الوصية كعدمها. بقي عندنا فصل الآن يقول أوصى له بجارية، ما عندنا جواري، يقول هل أوصى لواحد بمنفعتها وأوصى لآخر برقبتها؟ أصلا الجواري غير موجودات، ولو وقع أحدهم فما الحكم؟ نقول هذا أيضا غير ممكن، وأصل الجارية غير ممكن، فهذا ندعه لقراءتنا إن شاء الله في يوم الأحد. أما في يوم غد فقراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. ثم الجمعة والسبت إجازة، ويوم الأحد نرجع لكتابنا هذا لنكمل هذه المسائل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوة يسأل عن السلام، يقول هل ورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ نقول نعم، ويقول الإنسان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكلها دعاء وكلها في الخير ورغبة في الحصول على الأجر والمثوبة. فإذا قال لك أحد الإخوان السلام عليكم، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تزيد فحيوا أو ردوها، يعني التحية يزاد فيها أو ترد. يقول السائل الشرب من ماء زمزم، نقول النبي عليه الصلاة والسلام شرب واقفا، فإذا شرب الإنسان واقف فهو على خير إن شاء الله، وإذا جلس فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.